ظلم مركب يعانيه أهالي مدينة الموصل، فبعد المعارك وما خلفته من قتل ودمار تواصل الميليشيات نهجها بالسيطرة والاستحواذ على أملاك المواطنين دون وجه حق. العشرات من أبناء مدينة الموصل تظاهروا مجدداً أمام مبنى محافظة نينوى احتجاجاً على منعهم من البناء على أراضيهم في مجمع زيونة شمال شرق الموصل من طرف متنفذين وميليشيات مسلحة. نحن أهالي مجمع زيونة السكني اشترينا هذه الأراضي من عام 2018 ولحد الآن، ونحن ممنوعون من البناء بحجج واهية. الأراضي هي أراضي سليمة لا تشوبها شائبة. من 4 سنوات إحنا عندنا أراضي وعم نبني بيها، تمام؟ وكل سنة كل فترة يجينا منع أي سبب كان، تغيير ديموغرافي أو جمعيتكم غير رسمية أو الأراضي مسروقة، وكلها عندنا كتب بيها وكتب رسمية والمحافظة عندها الكتب وعندها علم، صارت قضية رأي عام، تمام؟ اليوم نطالب إحنا بحل جذري. ما ظل مسؤول ما أجا ووعدنا، كلها وعود ما أخذنا حل. ويطالب الأهالي بوضع حد لمعاناتهم المتواصلة منذ سنوات، مؤكدين أن لديهم أوراقا رسمية تثبت امتلاكهم للأراضي، لكن عناصر اللواء 30 التابع لميليشيا حشد الشبك يمنعهم من البناء على أراضيهم، وهو ما أكده أيضا محافظ نينوى نجم الجبوري في وقت سابق. صار لنا 4 سنين هذا حالنا، إيجارات ركتنا هلك، اللي قاعد يجار واللي قاعد نزل واللي نهدم بيته، الى متى يبقى هذا حالنا؟ بيوتنا كلها ياكل معيوفه، اللي ماكو بيت اذا ما ستروا عليه اذا ما انباق، وقعد همنا وهم ينزل. المراه العراقيه بالعراق انهانت، المراه العراقيه هذا مستوى الطالب ببيت، الطالب حتى الطالب ببيت انهانت. يطلع لي واحد من المحافظه يقول لي قاعد اقول لكم ليش؟ شنو سوينا؟ ليش؟ مرت شهيد، شنو سوينا؟ نحن شنو سوينا؟ ويعاني أهالي الموصل منذ استعادت السيطرة على المدينة من مشاكل وأزمات جمة، في مقدمتها منعهم من البناء على مناطق تسيطر عليها ميليشيات مسلحة في سهل نينوى أو على تخومه.